إخواني الأعزاء متابعينا في قناة تجمع الدولي للطيور الزينة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم حول موضوعين. الموضوع الأول، توصلني أسئلة كثيرة من المتابعين يقول لي شو أنت ما تتكلم عن الأدوية والعلاجات، والسؤال الثاني اللي يتكرر دائما، أنت تتربح من الطيور وبيهم رزق. إن شاء الله راح أجيب على هذا السؤال، هذين السؤالين، إضافة إلى أشياء مهمة حول العلاجات والوقاية من الأمراض، وحول أيضا موضوع رابع اللي هو شلون نختار الطائر، ولو هذا تكلمنا عنه هواي، شلون نختار الطائر اللي صحته ممتازة وما بي أمراض. لكن اليوم برد إن شاء الله ما أطول برا. تلاحظون الحنفية اللي أصب لهم الطيور وأغسل السيارة من عندها ما تشتغل مجمدة. أمس وصلت درجة الحرارة بالليل 9 تحت الصفر، صليت وطلعت أطمئن على الطيور، لأن الوضع جدا خطير. 9 تحت الصفر يعني شيء مهول، لكن الحمد لله والشكر من سمعت صوت كيتي يقول لي السلام عليكم أسمعه أطمئنيت، يعني الوضع إن شاء الله زين. صحيح شمس بس انجماد مو طبيعي، وديني هسه أصابعي راح تتكسر من البرد. فراح نتكلم حول هذين الموضوعين. الموضوع الأول الأدوية، أنا دائما أخلي لي كرسي لو قرب القفص أو بالقفص مع الحساسين. الهدف مو منه مو بس أتفرج وأسل عليهم، أباوع الطائر المريض أو الخامل أو القاعد بأرضية القفص رأسه نعزلة. المربي دائما يكون عنده هاي المسؤولية أو الإحساس، يظل يتحسس الطيور ويعرف متمرس الطائر، إذا شوفه خامل معناها مريض، رأسه نعزلة. خصوص اللي قلنا أول شيء أو السؤال الأول، شلون ما تحكي عن الأدوية. الأدوية أخواني شغلة جدا جدا حساسة وخطيرة، يعني مو أي واحد يجي، أنا مو أهلا أن أتكلم عن الأدوية أو العلاجات، لازم يراد لها تخصص، يراد لها بيطري، خاصة إذا مرض خطير مثل الكوكسيديا أو التهاب الكبد أو التهاب العيون، يراد لها طبيب. صعب يعني أشوف أخوان من أخوان المتابعين يخلي له مثل صورة بالفيسبوك أو يدزها لصديق يقول له هذا شنو بي المرض، صعب نحدد هذا المرض من خلال صورة. يعني أنا هسه إذا عندي ألم بطني أو عندي صداع ما يصير أروح أسأل أي واحد أقول له شنو بي. الطائر كذلك، الطائر مخلوق ضعيف وصعب عرضه لهي الشغلات، مثل أي واحد أسأله أقول له شنو بي طائري، لازم أروح المتخصصين وأسألهم الطبيب. هو صحيح أنا عندي أدوية، وكل مربي جدا ضروري يصير عنده أدوية صيدلية للاحتياط، لكن مثل ما يقول المثل آخر العلاجات الكي، يعني إذا شفت الطائر جدا جدا تعبان أقدم له الأدوية، أما غير ذلك دائما الوقاية خير من العلاج. أحاول أنظف أرتب أقدم له، خاصة في فصل الشتاء إحنا والطيور نحتاج، أحكي على أوروبا، نحتاج إلى المتممات الغذائية، الفيتامينات، خاصة في فيتامين دي دائما أقدمه للطيور في فصل الشتاء، لأن الشمس ما تتواجد بكثرة في هذا البلد، فيحتاجون إلى الفيتامينات، الغذاء الغني بالفيتامين، البروتين، البوتاسيوم، المغناسيوم، هاي الأشياء كلها أساسية. أحيانا أشوف الطائر تعبان خامل يصير عنده نقص بالكالسيوم، الكالسيوم جدا ضروري، لذلك أنا دائما أقدم لطيوري البيض المسلوق بالقشور، قشور البيض جدا مهم للطيور، إذا تقدم لهم يغنيهم. هسه واحد يسألني شلون أعرف طائري عنده نقص الكالسيوم، تحدثنا بحلقات سابقة يبين واضح. أول شيء يصير المنقار ماله مثل ريد يتكسر أو متشقق، خاصة الببغاوات يبين عليها، والريش ما مرتب دائما مكسر يصير أيضا. العلامة المهمة إذا عندي أنثى تبيض البيض، شوفها مثل نسميه إحنا خدج أو ما بي قشور، بس القشور الخفيفة، هاي أكبر علامة تبين أن الطائر عنده نقص بالكالسيوم.
شلون نحصل الكالسيوم؟ مثل ما قلت لكم، تحط له مثلا بيض، البيض هو القشور ماله، وتقدم له الخضار اذا عندك الكناري او الحسون، حتى الباجي تقدم له الشيا، بذور الشيا والكتان، السمسم ايضا بيه تحصل على الكالسيوم. هذه الاشياء الغذائيه اللي نحصل على الكالسيوم بالنسبه للطيور، زائد الخضار. الخضار يصير لونها اخضر، اكو خضار بالسوق اشوفها لونها باهت، الخضره اللي لونها غامق جدا جدا صحيه للطيور، مثل البروكولي، الخس الاخضر، كلش هاي السبانخ جدا جدا ضروريه وغنيه بالكالسيوم بالنسبه للطيور. وايضا السؤال الثاني اللي يوصلني من الاصدقاء هواي، يقول انت تربح من الطيور. انا شغلتي الاساسيه مو الطيور، شغلت شغلات هواي، الطيور ماخذها هوايه، ابد ما اربح. يعني يمكن اخسر هواي على الطيور لو اشوفهم الصيدليه اللي عندي، والادويه والاكل والاهتمامات، يمكن بها خساره ما بها ربح. فشغلتي مو الطيور، ما اتربح من عندهم. مع العلم يعني يجوني ناس اخوان اعزاء تبيع طيور، بس انا ما ابيع الطيور، خاصة اذا طيور عزاز علي ما احب ابيعهم. وايضا راح اخلي بهاي الحلقة رابط ان شلون احصل على طيور بصحة سليمة، يعني مو مرضى، شلون اشتريهم. وتكلمنا يمكن ب 2016 او بال 2015، تكلمت حول هذا الموضوع، شلون اختار الطائر اللي صحته جيدة، من ضمنها اروح البائع ثقه واشوف الطائر حركته وتغريده بالقفص والريش ماله مرتب والبراز ماله جوه الذيل ما بي ما لاصق. هاي العيون اشوفهم فيها بريق يعني جدا جدا مميز. هذه الاشياء المهمه. ايضا نسيت اذكر هذه العظم، العظم الحبار او حجر الكلس، تخليه لكل الطيور اذا واحد عندك، وهو انواع اكو، مو شرط بهاي النوعيه، اكو يصير مربع ومستطيل، تخليه للطيور ايضا جدا جدا صحي لهم. تشوفهم، انا اخلي طيوري يمكن هذه اذا العدد هواي يخلصونها يمكن ب10 ايام اذا طيور هواي، لان يعني دائما هذه يقضمون بها، يكسرونها بمنقارهم. فإذا عندك خلي لهم. أيضا السمانات مجتمعات يعني صحتهم ممتازة، لي أنا مخليهم من الصيف، من الصيف برا متكيف جسمهم، صحيح واحدة تدفي الثانية، لكن الحمد لله صحتهم ممتازة. بعيد عن الطيور، يوميا ناخذ رياضة. هاي الطريقة أنا أقدم القشور إلى أجسامها حق علينا، يعني مثل ما قلت دائما أكررها، طيوري وهم صغار أعودهم على كل الأكل. اكيد البعض يقول طيوري ما تاكل قشور، اكو طريقه ثانيه انك تخلط قشور البيض مع الدخن او مع الحبوب، اي حبوب ياكلها، مثل تمرده بيدك تخلي ناعم وتخلي لهم، وان شاء الله راح ياكلونه او يتذوقونه ويطعمون به، او تخليهم يجوعون فتره من الوقت وتقدم لهم القشور، خاصه موسم التزاوج، والانثى اذا رادت بيض جدا مهم تقدم لها بيض المسلوق او القشور البيض، بفوائد جدا كثيرة وذكرناها سابقا. تلاحظون زعتر شلون ياكل القشور، رغم انه شبعان او توه ماكل، لكن متعود كل شيء احطه له يجربه ويذوقه بمنقاره. وايضا اللي يسأل على ياسمين، ما شاء الله بعد هي لكن عصبية وتعارك ويا الفختاي اللي جبتها. حبيبتي هاي من الطيور العزيزات اللي ربيتها وهي صغيرة بعمر 3 أيام، لكن الألفة بعد هي ما متواجدة ويا الفختاية اللي جبتها. ننتظر منها للصيف، هسه مو موسم تفريخ، الجو جدا جدا بارد والنهار قصير، يمكن 7 ساعات النهار باقي كل الليل عندنا. ننتظر إن شاء الله منها للصيف، والله كريم يصير خير. إن شاء الله بهذا الشهر يعدي على خير، وأريد بشهر الثاني أروح لمزرعة ابن عمي،
أعيد تجربة روكي، لأن بشهر الثاني الوز يبدأ يبيض وأروح أجيب البيض وأجرب تجربة مع روكي، لكن لازم أتعلم الخطأ اللي وقعت بي وخليته ينام بالحديقة وخسرته. نشوف الله كريم، شوف الجام كله مثلج. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. مثل ما ذكرنا المربي دائما يصير حريص على الأدوية، خاف يوم من الأيام لا سمح الله يصير عندك مرض أو شيء، إلا عندك الأشياء المهمة. مثلا إذا عندك الأدوية، مثلا أنا عندي هذا اللي اشتريته منه، العلاجات الأوروبية جدا ممتازة، هذا المنتج البلجيكي، هو هذا حق الديدان، أكو ديدان يصير بالجسم داخل بالرئة تحت الجلد وأيضا بالخارج، هذا شنو مو كل واحد طائر تلزمه وتطيه، تخليه بالماي كل 3 اشهر، تخلي 2 مليلتر 2 او 2.5 مليلتر على لتر ماي تخلي لهم يشربونه، وتبدله ثاني يوم بالشتاء انا اخلي يومين، بس بالصيف يوم واحد، جدا ضروري. البايكوكس جدا ضروري للكوكسيديا، اخلي لهم 3 ايام ويوم استراحه، 3 ايام ويوم استراحه، اخليه 3 مرات اقدمه لهم، جدا ضروري. ايضا اخلي لهم 2 مليلتر على لتر ماي. من ضمن ذكرنا الطيور إذا عندهم نقص كالسيوم، أيضا المتممات هذا الكلس مثل البودرة أخليه لهم. أيضا فيرتيفيت جدا ضروري، الأومني فيت أيضا ضروري للطيور، والواحد يخلي له قدر الإمكان. هسه مرات المربي ما يقدر يحصل على هاي الطيور، مثل ما قلت لك النظافة والترتيب والأكل الصحي يمكن يخليك تستغني عن هاي الطيور، لكن أشوف إحنا خاصة بأوروبا اللي قليلة الشمس عندنا يحتاجون إلى هذه الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. وأيضا من الأسئلة جاتني يقولون لي شو طيورك ما تغرد؟ الطيور قليلة التغريد، خاصة الحسنون والكناري قليل التغريد بالشتاء، أكثر شيء ينشط التغريد ماله بالصيف وقت التزاوج. تلاحظون انا دائما اخلي لي بهاي وين واقف، انا اخلي كرسي اقعد تقريبا نص ساعه الى ساعه بالقفص، اتابع تحركات الطيور، اذا شفت واحد خامل او اكله قليل، او مثلا نشوف البراز ماله اجلكم الله لاصق فيه، راسا انظفه او اعزله، العزل جدا ضروري. اذا شفت واحد حسيت به الفاش، راسا حمله تنظيف اطب طوارئ. اذا شفت مثلا قليل الاكل، من علامات اذا شفت بي ديدان مرات، اكو طريقه هنا جدا مهمه ما ادري ان شاء الله موجوده بالدول العربيه، ان تاخذ عينه من البراز ماله تروح للبيطري يفحصه يشوفه بي ديدان لو ما بي، اغلب الطيور اللي ربيها بالاقفاص يصير بيها ديدان، فيفحصه فحص مختبري، لان بدايه الديدان تتكون عند الطائر ما تنشاف بالعين المجرده الا تحت المجهر. إذا هملناه فترة طويلة راح ورا فترة الدود يبين بالعين، فإذا صارت به الدودة هاي وتالي أجلكم الله يتبرز بالقفص يجي طائر ثاني ياكل راح تنتقل رأسا. فإذا شكيت 1% أكو الدود بالطائر أعزله عنهم وعالجه. هذه من النصائح اللي المهمة، احنا ننزل المقاطع باليوتيوب، مو الهدف منها اللايكات او كثرة المشاهدة، بقدر ما يستفيد المربي ويتعلم التجارب ويتعلم شلون يصير عنده خبرة شلون يتعامل ويا الطيور، لان الطيور اكيد كل مربي يشتري طائر اكيد عزيز عنده مهما يكون طائر شنو هو، فجدا ضروري الواحد يتعلم ويصير عنده خبرة حتى ما يخسر الطيور الاعزاز عليه. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو المعذرة إذا نسيت شغلة مهمة. أخوكم أبو علي، في أمان الله.